لذلك سنحاول أن نعرف بلغة النقاط، لغة الملاكمة، من كان تقريبا أفضل نسبيا من الآخر. الاستحواذ على وسط الملعب أكثر أعتقد كان الميلان، كان هو اللي بيقدر يستحوذ الكرة أكثر، بيستخلص الكرة بسرعة أكثر، ولكن الفرص أعتقد متساوية، فرصة فان بومل في واحدة وفرصة ألفاريز واحدة. أعتقد المباراة في وسط الملعب أكثر منها على الـ على الـ على, الـ على الهجوم. نعم كابتن نبيل، أكيد نحكي الكثير على مستوى المناورات بالنسبة للمدربين. أنت بالنسبة للخطة التكتيكية 4-4-2 للمدرب رانييري، وبالنسبة لل 4-3-1-2، من كان الأفضل نسبيا على مستوى السيطرة والتحكم في وسط الميدان؟ لا روف، السيطرة لم تكن نسبية بالنسبة للميلان، كان سيطرة ملتقى بالنسبة للميلان، لأنه فريق الانتر يلعب بالكونتر اتاك، تقريبا الهجمات اللي جت كونتر اتاك مثل ما كان يقول حازم. الفرص السانحة للتسجيل كانت أكثر للميلان، صحيح أنه هناك كانت فولتر الفاريز، لكن نقطة معناها اللعب في هذه المباراة هو خط وسط الميدان، من جهة فما أربع لاعبين في خط وسط الميدان، وإذا كان الكرة معناها الهجمة تبدأ من الجهة اليمنى يطلع أباطي، إذا كان الهجمة من الجهة اليسرى يطلع فيها زامبروتا، دائما هناك أكثرية عددية في خط وسط الميدان بالنسبة لفريق الميلان. الفاريز دائما موجود على الخط في الجهة اليسرى، فما ثلاثة لاعبين بين أربع لاعبين من الميلان، تياغو موتا، كامبياسو، وزانيتي، دائما بين أربع لاعبين تاع خط وسط الميدان فريق الميلان، ذاك علاش كل الهجمات تقريبا كانت أكثر للفريق الميلان. هذه الهجمة الوحيدة اللي نشاهدوا فيها حاليا لفريق الانتر كانت الشوط الاول اللي اهدرها الفاريز، وكان بامكانه باش يسجل منها الهدف. بين فريق الميلان قاعد يلعب في الهجمات المركزة، قاعد ينوع في الهجمات نتاعو على الاطراف، خاصة عن طريق اباتي وزامبروتا من جهة، ثم خاصة عن طريق باتو اللي دائما يطلب الكرة في ظهر مايكون، لما مايكون يطلع الى الخط الهجومي، وهذه الصعوبات اللي لقاها فريق الانتر اليوم في ايقاف فريق الميلان. نعم تشيزاري كذلك لم نلاحظ في هذا الشوط الاول قوة زلاتان ابراهيموفيتش داخل نقطة الجزاء، كان دائما يطلب الكرة من خارج المنطقة حتى يمول البقية، ليست العادة بالنسبة لزلاتان في الديربي. أشوف أنت يا نعم بالفعل أنت محق 100%، متأخر كثيرا، متراجع كثيرا، وباتو ليس بالقوة البدنية للصمود أمام الدفاع الإنتر على زلاتان، يظل في منطقة الجزاء الرجل الأخير في الهجوم، لا الذي يلمس الكرة خارج منطقة الجزاء، إنما هو الذي يترجم العمليات للأهداف. كابتن حازم كذلك في التنسيق الهجومي لفريق الميلان، إيمانويلسون صحيح موجود في التشكيلة الأساسية، لكن هل هو الرجل المناسب لهذه المهمات؟ لم يبدو الهولندي بتمويل كبير لثنائي باتو وإبراهيم.